القرآن، أما أن يقاتلوا وجها لوجه ما عرف عنهم ذلك، وقد أخبر القرآن بذلك. الذي تشاهده من بعيد هذا هو الحصن، وعندما اقترب المسلمون خرج مرحب وهو بطل اليهود وكان يرتجز، فرد عليه علي بن أبي طالب وقال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة على الأعادي مثل ريح صرصرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أضرب بالسيف رقاب الكفرة، أقتل منهم 7 أو 10، فكلهم أهل فسوق فجرة. طبعا السيارة ما تقدر تتجاوز هذه المنطقة حتى نصل للحصن، لذلك استعنا بهذه الجزمة حتى ننطلق بإذن الله. هذا هو حصن خيبر. طبعا الطريق له صعب، لكن نتجه مع الطريق الثاني. حتى نستطيع أن نصل إليه بإذن الله. وفيها من الماء والعيون الشيء الكثير. ندخل الآن، هذا هو الطريق إلى الحصن. يعني منطقة محصنة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة خيبر أرسل سرية إلى اليهود، إلا أنهم لم يستطيعوا فتح الحصن لأنها المنطقة محصنة جدا. لاحظ من هنا كيف هذا موقع الحصن، كانوا يعني يختبون فيه، بعدين كذا يجيك المنظر كامل. هذه منطقة خيبر. لاحظ الجهة الأخرى. تلاحظ الآن باب الحصن. طبعا باب الحصن وقعت عنده قصة عجيبة. علي بن أبي طالب كان هو القائد.